متى الراحة؟ الراحة في الجنة، في الجنة حتى بعد أن تعبر الصراط. لا يوجد راحة حقيقية حتى تفتح لك أبواب الجنة. تعيش في هذه الدنيا في خوف وحزن وفقد، وخوف من الفقد، وسعي دائم وركض مستمر، ورعب من هذه الدنيا وشتات كبير جدا. نفقد في هذه الدنيا أنفسنا أحيانا، نبحث عن ذواتنا اللي داخلنا ولا نجدها، وهذا غاية غاية جدا في الشتات والتعب والإرهاق النفسي. الدنيا أرهقتنا وأخذت منا أجمل ما فينا. إذا متى الراحة؟ الراحة في الجنة. جزء من إيمانك بالله سبحانه وتعالى أن تؤمن بالآخرة، وفي الآخرة جزئين، إما جنة أو نار. وأنت كإنسان مسلم من الله عليك بنعمة عظيمة، والله إنها نعمة عظيمة جدا، نعمة أن الجنة مهيئة لك. يدخل الجنة كل من قال لا إله إلا الله، من كان في قلبه لا إله إلا الله برحمة الله يدخل الجنة بإذن الله. هذه الدنيا دار عبور، ممر لا بد أن نسعى فيه، ولكن طريقة سعيك في هذه الدنيا هي المحك، هي الطريقة الحقيقية اللي تبين هل أنت بعدين على مفترق الطرق بترضي الله سبحانه وتعالى ولا لا. هل أنا وأنت سنستحق الجنة يوما ما؟ هل أنا وأنت نستحق رحمة الله سبحانه وتعالى اللي سينشرها على ناس كثير، ولا ما نستحق؟